بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين طلابي طالباتي الله يرضى عنكم بارك فيكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جيل 2007 جيل التميز والابداع جيل العلامات الكاملة باذن الله تعالى مثل ما حكينا احنا وياكم في المقدمة التأسيسية رح نبلش في المادة التأسيسية اللي بتتكون من 10 مواضيع بسيطات وسهلات جدا قبل ما نبلش في مادة فيزا التوجيه مادة فيزا التوجيه سبق من رح أغطي لك إياها من إيه تو بإذن الله رح أشرح لك إياها شرح من تحت الصفر بإذن الله تعالى بحيث يفهم هذا الشرح الطالب الضعيف والمتوسط والقوي بدي منكم شغلة بسيطة فقط لا غير تحكوا لأصحابكم ولصحباتكم انه في مادة فيزياء عم تنشرح على اليوتيوب بشكل مجاني بحيث يستفيد من هذه الفيديوهات اكبر عدد ممكن من الطلاب طيب المادة التأسيسية اللي بدي منك هسا تركز لي فيها ليش؟ لأنه هسا المادة التأسيسية هي أهم من مادة الفيزياء بالنسبة لإلك، ليه؟ لأنه هاي المادة اللي إذا طلعت منها متمكن ما راح تتغلب ابدا في ماده الفيزياء عشان هيك بدي منك دائما تكون مستعد وجاهز باذن الله تعالى اليوم عندنا الحصه التاسيسيه رقم واحد موضوع مهم جدا قبل ما نحكي قبل ما نبلش في الحصه ونبلش شرح بالحصه حاب انصحكم نصيحه هيك على الطايرة وسريعه وحلوه انت هسه خلص مضى زمن النوم بلشت توجيهي يعني دراسه يعني ايش يعني في علامات في نجاح هاي علامات ما لها دخل بالمصاري ما لها دخل في العلامات المبدئية، تمام طيب يعني في بدنا علامات بدنا ننجح بدنا نفرح اهالينا فبدنا ندرس انت تدرس تنجح حرفيا والله العظيم اللي حكاها ما كذب طول عمري على الاذاعه بطلع بقول انت تدرس تنجح فعلا انت تدرس تنجح ما درس مش حتنجح من هسه بحكي لك بدك تدرس صح بدي منك بشكل سريع تعمل لك مكان مخصص للدراسه في الدار فقط وتعمل لك جو دراسي هسه انت راح تدرس راح تمر بمراحل ملل اه راح تمر بمراحل ملل لا تحسبن التمر تم ابصر شو انت تاكله لن تبلغ ابصر شو حتى تلعق الصبر والله ما ما. ناسي ناسي البيت الشاعر بس انه الشاهد الشاعر بيحكي ايش؟ انه يا عمي لا تحسبن والله نسيته خلص ما علينا المهم انه لازم تدرس لازم تدرس درست بتحل اصعب سؤال ما درست بتحلش اسهل سؤال طيب اعمل لك مكان مخصص في البيت للدراسه واعمل لك جوله دراسه بحيث انك يعني قدر الامكان يعني تعمل لك جوله دراسه وتبعد عن الملل يعني سوي لك شيء تشرب قبل ما تدرس كاسه المي جنبك إيه تيبل لمبه على عبارات تحفيزيه في كل مكان مكان لك هذا مكان لك مخصص للدراسه مثل هاي الصوره مثلا شايفين هاي الصوره مثلها تمام الفكرة في الموضوع انه ان شاء الله تعالى في كل حصة راح ابدا معاكم بنصيحة حلوة لكم من تجارب طلاب سابقة نجحت وصارت بالجامعات وجابت اعلى المعدلات لانه انتم مش هم مش احسن منكم ولا أنتوا احسن منهم وان شاء الله تعالى باذن الله انا شايفكم هسه سنافر بالجامعات بس بدي منكم همه عاليه والله الماده بس اخوان بسيطه جدا 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 الماده وراح تشوف قديش هي بسيطه من اول حصه مش من بعد الماده التاسيسيه من ثاني درس بالفيزياء لا من بعد هاي الحصه راح تشوف باذن الله قديش الماده بسيطه جدا تمام توكلنا على الله مستعدين ان شاء الله باذن الله تعالى راح نبلش احنا وياكم في الماده التأسيسيه الموضوع الاول اسمه موضع القانون طبعا ملاحظه سريعه قبل ما ابلش معلش طولت عليكم بحكي كثير بعرف بس ملاحظه سريعه قبل ما ابلش مادة التأسيس عشر مواضيع مش كل موضوع راح ناخده بحصة لا هم ست حصص في منهم مواضيع راح ناخد الموضوع بحصة مثل هذا الموضوع وفي مرات حصص راح نأخذ ثلاث مواضيع بنفس الحصة لأن الأمور يعني إشي يعني إشي بحتاج حصة وإشي بحتاج حصة إشي ثلاث مواضيع بدهم حصة لحالهم تمام ثلاث مواضيع بس بسيطات يعني تمام وهذا الموضوع بده حصة أما مش تفكر والله إنه كل موضوع بده حصة يعني عشر حصص في التأسيس آه متعب الموضوع لا, لا 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 لا, أبدا هم ست حصص بسيطات وسهلات بسمك اللهم نبدأ مستعدين توكلنا على الله يلا عندنا الماده بالماده التاسيسيه اول موضوع اسمه موضع القانون، طيب ليش انا بلشت معاكم في هذا الموضوع؟ شوفوا يا طلابي شوفوا يا طالباتي مادتك من الجلده للجلده من بسم الله الرحمن الرحيم لتم بحمد الله كلها قوانين راح تحفظوا قوانين اه راح تحفظوا قوانين طب يا استاذ انا بعرفش احفظ قوانين لا انت مش بتعرفش تحفظ قوانين انت بتركز بتركزش بس بالهم المواضيع القوانين سهله بسيطه جدا وان شاء الله تعالى انا راح احفظك اياهم متخيل راح اطرح لك هذه القوانين بطريقه يسهل عليك حفظهم بشكل كبير اضافه الى انه في خرائط ذهنيه راح اكون معك بكل كبيره وصغيره في ماده الفيزياء ما بدي منك تخاف ابدا كل واحد دخل على مادة الفيزياء معي خايف من ثاني حصة قال لك لا الأمور بسيطة جدا بإذن الله تعالى طيب إذا بدنا نبلش في موضوع القانون لأنه مادتي كلها قوانين حلي للسؤال بيعتمد على القانون اللي أنا حافظه طيب بما أنه مادتي كلها قوانين مش لازم أكون عارف شو يعني قانون طيب إيش مكونات القانون شو يعني موضع القانون كيف أتعامل مع القانون كل هذه الأمور لازم اكون انا عارفها، تمام؟ فعشان هيك انا بلشت معاكم في اول موضوع اسمه موضع القانون، طيب هذا موضع القانون ما راح اجي ابلش اقرا لك تعريف موضع القانون كذا الى اخره، لا، بدي اشرح لك من الصفر باذن الله تعالى بحيث تفهم، انا مو طالع اقرا لك موضوع انشاء، طالع افهمك. اي قانون في الدنيا مش اي قانون في الدنيا، يعني مش بدي اقول لك اي قانون بالفيزياء، لا، اي قانون في الدنيا كلها بيتكون من ثلاث مكونات، طرف على اليمين طرف على اليسار وفي بين نص اشاره يساوي طب استاذ انا ما فهمت تعال افهمك عندي قوانين افتراضيه هاي القوانين انا حطيتها يعني هاي القوانين مش معك في ماده الفيزياء ابدا تمام بس هاي القوانين افتراضيه انا حطيتها بحيث افهمك كيف تتعامل مع القوانين طيب عندنا عشر حالات لطيفات وبسيطات وعلى الأقل خفيفات باذن الله تعالى طيب عندي اول قانون بيحكي لي اكس ناقص واي يساوي ايه لاحظ انه هذا بنحكي عنه طرف اليمين، الطرف اليمين، وهذه الجهة بنحكي عنها الطرف اليسار، وفي بالنص دائما إشارة تساوي، إذا نعيد، أي قانون في الدنيا بنتكون من ثلاث مكونات، طرف على اليمين هذا بنحكي عنه طرف اليمين، طرف شو يمين تمام؟ وهذا بنحكي عنه الطرف اليسار تمام؟ وشو في بالنص؟ شو بالنص إن شاء الله تعالى، بالنص إشارة يساوي تمام؟ إذا شو مكونات القانون؟ طرف على اليمين وطرف على اليسار وبالنص إشارة يساوي. طب أستاذ إيش موجود عندي على الطرف اليمين؟ إيش بيكون موجود عندي على الطرف اليمين؟ إيش بيكون عندي موجود على الطرف اليسار؟ موجود عندي أحرف إنجليزية. الحرف A هذا حرف إنجليزي والواي والإكس هذه أحرف إنجليزية. طب إيش هاي الأحرف الإنجليزية أستاذ؟ هاي الأحرف الإنجليزية بنحكي عنها رموز رجاء ركز هاي الاحرف الانجليزيه برجع بقول بنحكي عنها شو رموز ليه بنحكي عنها رموز يا استاذ لانها غالبا مش غالبا دائما ترمز لشيء معين هذا الحرف ايه يرمز لشيء معين واي اكس بيرمزوا لشيء معين ابسطها لكم بشكل كبير اعتبر اعتبر انه الاكس هي رمز للبطاطا تمام واي هي رمز للخيار وايه هي رمز البندوره جيب لي طالب رياضيات واحكي لي اقرا لي هاي المعادله كيف بقرا لك اياها بقول لك اكس ناقص واي يساوي ايه بينما جيب طالب فيزياء اقول له اقرا لي هاي المعادله اللي بيحكي لك بطاطا ناقص خيار يساوي بندوره اه طبعا احنا بعيد انه قلبناها في سوق خضره لكن بدي افهمك ليش هذا الطالب حكى لك بطاطا ناقص خيار يساوي بندوره لانه هو عارف انه الاكس هي رمز البطاطا والواي هي رمز الخيار والاي هي رمز البندوره عشان هيك حكى لك بطاطا ناقص خيار يساوي بندوره فهمنا شو يعني كيف هذه ليش هذه الاحرف بنحكي عنها رموز فهمنا توقعنا يلا باذن الله تعالى طيب اذا اكس ناق اذا بشكل سريع بشكل سريع اي قانون في الدنيا بيتكون من ثلاث مكونات طرف على اليمين طرف على اليسار وبالنص اشاره يساوي على اليمين بيكون عندي يا ارقام رموز تمام يعني خليط بيكون بينهم او رموز على اليمين رموز على اليسار هسا بنشوف رح ناخذ 10 حالات بقول لك وباذن الله تعالى في كل حال انا مو جايبهم ال 10 حالات والله لاني مبسوط مكيف بدي احل لا 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 في كل حالة رح اعلمك قاعدة رياضية تمام انا بدي اعلمك كيف تتعامل مع القانون احنا بدنا نعرف نتعامل مع القانون مادة بتعتمد على القانون تمام تمام اذا اكس ناقص واي يساوي A. تمام؟ ايه تمام بلس خلاص شو بدنا نحكي يلا تعال هسا شو يعني موضع القانون موضوع درسنا موضع القانون ايش يعني موضع القانون بيحكي لي ان تجعل احد هذه الرموز اللي كنا نحكي عنها قبل شوي بطرف وباقي الرموز كلها بطرف اخر ما فهمت حسب قواعد رياضيه ما فهمت اوكي تعال معي هسه هون هاي انا حكيت لك التعريف ان تجعل احد الرموز بطرف وباقي الرموز بطرف اخر حسب قواعد رياضيه طب هسه انا ما فهمت التعريف يا استاذ شو اعمل بناخذ مثال علشان نفهم وبوعدك باذن الله تعالى بعد المثال تفهم الموضوع مليار بالمية مش مية بالمية مليار بالمية باذن الله يلا ركز بقول لي اجعل اكس موضع القانون في كل من الحالات الاتية عندي عشر حالات هي موجودين تحت عندي اول حالة بيحكي لي اكس ناقص واي يساوي ايه هذه هذا قانون القانون اكس ناقص واي يساوي ايه بيحكي لي اجعل اكس هاي موضع القانون طيب ممتاز اول سؤال بساله لنفسي مش حكالي على موضوع القانون بسال نفسي هل اكس لحالها بطرف هي الطرف اليمين وهي الطرف اليسار اكس بالبدايه وين موجوده موجوده بالطرف اليسار طب هل هي لحالها موجوده بالطرف اليسار اكيد لا مش لحالها ليش لانه في جنبها ناقص واي قد الدنيا انا بدي اياها تكون لحالها بدي اياها تكون لحالها بطرف تمام وباقي الرموز كلياتهم لحالهم بطرف تمام بس هذه اكس مش لحالها بطرف، مطلوب منك انت يا اينشتاين باذن الله تعالى، مطلوب منك انك تخلي لي اياها بطرف، كيف بدك تخليها بطرف؟ حسب قواعد رياضيه، انا راح اعلمك اياهم بكل سؤال راح ناخذ قاعده رياضيه، تمام؟ طيب عندي اكس ناقص واي يساوي ايه؟ ممتاز، اكس ناقص واي يساوي انا بدي اخلي اكس هذه لحالها بطرف، تمام؟ في جنبها ناقص واي في طريقتين اخليهم لحالها بطرف، أخل... أو بلاش، هسا اكس بدي اخليها لحالها بطرف، في جنبها ناقص واي، إذا أنا وظيفتي هسا أتخلص من الناقص واي هاي الموجودة هون، بدي أتخلص منها، كيف بدي أتخلص منها؟ أكيد مش راح أحطها في جيبتي يعني، لا بدي أنقلها على الطرف الثاني يعني بدخل ما بدي أخلي بالطرف هذا إلا اكس، كيف بدي أتخلص منها؟ شوف، مش هذا الرمز اللي بنخليه موضوع موضع القانون، بجي بتطلع على الرمز اللي جنبه، إذا كانت إشارته ناقص أو زائد بس بمسك هيك على الطرف الثاني بنقولها بشرط اغير اشارتها مش هاي كانت ناقص واي هنا لما نقولها على الطرف الثاني بتغير اشارتها فبصير عندك اكس هي لحالها في إيه زائد اي القديمه طبعا هي في واي تمام هسه اكس لحالها موجوده بالطرف الطلع هي الطرف اليمين وهي الطرف اليسار طلع على الطرف اليسار شو في اكس موجود لحالها لا في على يمينها ولا على يسارها شيء ولا تحت شيء ولا فوق شيء اذا هون بنحكي انه اكس موضع القانون طيب في طريقه ثانيه كمان لهذا لهذه لهذا, لهذا القانون كيف نخلي اكس لحاله؟ شو في جنب اكس في جنب اكس رمز اشارته ناقص تمام علشان الغي علشان الغي هذا او علشان مثلا اخلي اكس لحالها بطرف بروح بجيب له عكسها مش هاي ناقص واي بروح بجيب له زائد واي تمام بس بما اني انا ضفت هون زائد واي على هذا الطرف لا بد واجباري انك تضيف زائد واي على الطرف الثاني ممنوع انك تعمل بالم... مش المعادله تعال 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 مش اي قانون عندي في الدنيا طرف يمين وطرف يسار وبنص يساوي يساوي ممنوع تعمل شيء بالطرف اليسار ما تعمل مثله بالطرف اليمين يعني انا هون بدي اضرب باثنين غصب عني مش بكيف بدي اضرب هون باثنين تمام طب انا هون بدي اضرب بعلي تمام هون بدي اضرب بعلي تمام هون بدي اضرب بعلي غصب عني بدي اضرب بحسين هون بدي اضرب بحسين هون هسه الناس تفكرني شيعي علي وحسين طيب ماشي ها هي يا عمي مصطفى تمام تمام بدي اضرب بمصطفى هون الجباري بدي اضرب في مصطفى هون تمام اتفقنا طيب اه. نرجع 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 يلا قول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نكمل بما اني جبت لها عكس مش ناقص واي جبت لها عكس طيب دائما ناقص واي زائد واي صفر ناقص خمسة زائد خمسة صفر ناقص ستة زائد ستة صفر دائما وابدا اي رمزين نفس الاشي شارتين مختلفات بلغوا بعض تمام رقمين نفس الاشي اشارتين مختلفات بيلغوا بعض، واحد سالب واحد موجود بيلغوا بعض، فهذول زي هيك بيلغوا بعض، شو بضل عندي؟ بضل عندي الاكس موجودة على الطرف اليسار، هي فيش غيرها، طيب شو موجود عندي على الطرف اليمين؟ موجود عندي على الطرف اليمين الـ A زائد Y، فأصبحت عندي اكس هون لحالها بطرف وباقي الرموز كلياتهم بطرف لحالهم، هيك بقدر أحكي عن اكس موضوع القانون، طب اكتب لي هذول الملاحظتين المهمات عندك، أول ملاحظة، طلع، أول ملاحظة بحكي لك النقل زي ما عملنا قبل شوي من طرف الى الى طرف اخر تمام فقط شو شو بدي اقول فقط ناقص زائد شو يعني ناقص زائد بدي أعيد لكم إياها المعلومة هذه، يعني هسا أنا إجيت طلعت على الرمز الموجود جنب الرمز إكس، لقيت إشارته ناقص بقدر أنقله، لقيت إشارته زائد بقدر أنقله، لقيت إشارته ضرب ونقلته بجيب العيدين مع بعض مش عيد واحد، تمام؟ ما بزبط تنقله إذا كان إشارته ضرب، هسا بعلمك كيف بنتخلص من من رمز إشارة بيكون مضروب ضرب، تمام؟ طيب، هسه رقم اثنين، يلا، تعال رقم اثنين على النصيحة هذه، النصيحة رقم اثنين بقول لك عند النقل ها، عند النقل من طرف الى طرف تمام اخر شو بنعمل مباشره بنغير بنغير اشاره المنقول يعني هسا انا هون نقلت الناقص واي مش هاي كانت ناقص واي نقلتها لما نقولها بتصير زائد واي بغير اشاره المنقول مش بنقولها ناقص واي دير بالك تمام يلا نرجع على سؤال ثاني يلا خذ لي هالسؤال هذا البسيط شوف لي السؤال البسيط هذا في كل سؤال راح اعلمك قواعد رياضية مثل ما اتفقنا عندي سؤال هنا بقول لي اكس تربيع ناقص واي تربيع يساوي ايه تربيع بيحكي لي بالسؤال اجعل اكس موضع القانون طب شو يعني اجعل اكس موضع القانون مباشره بس ان نفسي سؤال هل اكس لحالها بطرف موضع القانون يعني تكون لحالها بطرف موجوده وباقي الرموز كلياتهم بطرف لحالهم، طب بتطلع على اكس، اكس موجوده بالطرف اليسار، هل اكس لحالها بطرف؟ بتحكي لي لا يا استاذ في جنبها ناقص واي تربيع وفي فوقيها تربيع كمان، اذا يعني هي مش لحالها بطرف، مطلوب منك انت يا بطل انك تطلعها تخليها لحالها بطرف، وما في اسهل من انك تخليها لحالها بطرف، طب استاذ بدي اتخلص من الناقص واي تربيع ومن التربيع، بمين اتخلص من مين اتخلص قبل؟ من الناقص واي تربيع ولا التربيع؟ شوف لي هالملاحظة اللي تكتبها عندك هسه يلا الملاحظة بتقول لك اتخلص اتخلص ها شوف دائما دائما من الأبعد من الأبعد عن إكس يا سلام هي إكس من الأبعد الناقص واي تربيع ولا التربيع شوف التربيع ملزقة فيها تمام بس بينما الناقص واي تربيع هي الابعد اكتب لي هاي الملاحظه عندك فاحنا راح نتخلص من الابعد من الابعد اللي هي ناقص واي تربيع طيب الناقص واي تربيع شو اشارتها سالبه بروح بجيب لها عكسها شو اللي عكسها عكسها زائد واي تربيع اه بما اني اضفت على الطرف اليسار ان زائد واي تربيع غصب عني وغصب عنكم كلكم بدنا نضيف زائد واي تربيع على الطرف اليسار يا سلام الناقص واي والزائد واي تربيع الناقص واي تربيع والزائد واي تربيع بيلغوا بعض طيروا بعض رمزين متشابهين مختلفين بالاشاره واحد سالب واحد موجب شيل يابا الاثنين صفر تمام فشو بضل عندي؟ بضل عندي الاكس تربيع يساوي الاي تربيع تمام زائد الواي تربيع يا سلام طب هل اكس صارت لحالها بطرف هي طرف على اليمين وهي طرف على اليسار اللي بيحكي لي اه صارت لحالها بدي ازعل منه ليش لانه طبل لانه باختصار شديد طبل في جنبه هون تربيع تمام او فيه فوقيها تربيع اذا الاكس تربيع هي مش لحالها يا الله طيب هسه كيف بدي اتخلص من التربيع هذا هو السؤال قاعده رياضيه بسيطه الجذر الجذر بيلغي التربيع والتربيع بيلغي الجذر اتفقنا يعني ديكين في مزبلة ما بيشتموا الاثنين هذول الجذر والتربيع مجرد ما التقوا بخلصوا على بعض فهمنا طب انا عندي تربيع هون ومغلبني مين بروح بجيب له بروح بجيب له الجذر يا سلام هاي بدي اروح اجيب له الجذر قدامكم هاي جبت له الجذر بما ان اضفت جذر على الطرف اليسار لابد ولازم اضيف جذر على الطرف اليمين يا سلام يا سلام طيب هسه الجذر مع التربيع قلنا ايش؟ بطيروا بعض، بيذبحوا بعض، ما بيلتقوش. شو بضل عندي هون؟ طلع شو بضل عندي؟ بضل عندي الاكس تساوي في جذر عندي اي تربيع زائد واي تربيع. هسه لو سالتك سؤال هل اكس هون لحالها موضع القانون؟ هي اكس موجوده بالطرف اليسار. لا في جنبها شيء على اليمين، ولا على يسارها شيء، ولا تحتها شيء، ولا فوقها شيء. اذا بتحكي لي بكل ثقه انه اه اكس موضع القانون. بسيطة وسهلة الأمور، الأمور شو؟ بسيطة وسهلة بإذن الله تعالى، يلا ننزل على السؤال اللي بعده. ننزل على السؤال اللي بعده، شوف بيحكي لي إكس مضروبة ضرب في واي، آه هون ملاحظة مهمة. إحنا كنا نحكي إنه إيه ضرب بي. طيب، هسا هذه أنا كيف بقرأها؟ إيه ضرب بي، لو حطيت لك الأي جنب البي، تمام؟ لو حطيت لك الأي جنب البي، كيف تقرأها؟ بتقول لي أي بي، لا بتحكي لي ايه ضرب بي طالما ما في موجود بين وال والبي اشاره زائد او ناقص اذا هم مضروبين ضرب ببعض طب شو أستف... ليش انا عملت هيك كيف استفيد اول شيء بوفر مساحه في الورقه ثاني شيء بوفر جهد ليش اكتب ايه ضرب بي خلص بكتب إيه بي وصلت فاي هاي الاكس اللي جنبها واي هاي ما بقول اكس جنبها واي لا بقول اكس مضروبه في واي طالما انه ما في زائد ولا في ناقص بينهم تمام اتفقنا باذن الله تعالى يلا شوفوا لها السؤال البسيط واللطيف بيحكي لي اكس مضروبه بواي يساوي اي مضروبه في بي اجعل اكس موضع القانون يا سلام شو يعني اجعل اكس موضع القانون بسال حالي سؤال هل اكس لحالها موجوده بالطرف اكس موجوده بالطرف اليسار بس مش لحالها في جنبها واي بدي اتخلص من واي هسه انت يا بطل ويا ابطال جميعا هيك كلياتكم بدكم تتخلصوا من الواي تمام كيف بدنا نتخلص من الواي كيف بدنا نتخلص من الواي هذه الواي اللي موجوده جنب الاكس لو مجموعة فيها يعني أو مطروحة فيها يعني لو الإشارة هون زائد أو ناقص سهلة يا بنقولها على الطرف الثاني يا بروح بجيب لها عكسها مثلا ناقص واي وهو بحط ناقص واي وبشيلهم مع بعض بس هي لا مضروب لا مجموعة فيها ولا مطروحة منها شو كيف نتخلص منها ما أخذناها هاي طلع كيف نتخلص منها مش هذه مضروبة ضرب فيها بروح بقسم عليه نفسه على واي بما اني قسمت على واي هنا بدي اقسم على الطرف الثاني على واي هنا تمام طيب في قاعده رياضيه بتحكي لك انه اي على اي يساوي شو واحد ليش لانه خمسة على خمسة يساوي واحد اذا كان اللي فوق بيشبه اللي تحت الجواب واحد احمد ها شوف هاي احمد مقسوم على احمد الجواب واحد اتفقنا اذا كان اللي فوق بيشبه اللي تحت دائما وابدا الجواب واحد إذا احنا هسه هيك قسمنا على واي، وبما إنه قسمنا الطرف اليسار على واي بدنا نقسم الطرف اليمين على واي، تمام؟ طيب، هسه قلنا احنا واي على واي يساوي واحد، يعني بتنزل عندي إكس مضروبة ضرب بواحد، صح؟ يساوي أي مضروبة في بي مقسومة على واي. هسه الإكس ضرب واحد في قاعدة بدي، يلا فوكس، ركز هون ركز ركز، شوف لي هالقاعدة هاي ما أحلاها. اي رمز في الدنيا، اي رمز، اي حرف، اي متغير، اي مجهول في الدنيا، هل نفرض انه في عندي رمز اسمه ايه، هو هذا الرمز دائما وابدا مضروب بواحد ومقسوم على واحد ومرفوع لقوه واحد، طب استاذ ليه ما بنكتبهم احنا هذول؟ لانه باختصار هم وقلتهم واحد، ليش؟ ايه ضرب واحد هي ايه؟ ايه مقسوم على واحد هي ايه؟ ايه قوه واحد هي ايه؟ فليش اكتبهم؟ خلص انسى هي ايه تمام إيه... الفكرة في الموضوع انه احنا ما بدنا نغلب حالنا ونصرف حبر ونتعب حالنا شو تخيل اكتب والله تخيل مثلا اكس زائد واي تخيل هيك اكتبها واحد في واحد ضرب واحد وهنا واحد وهنا واحد وضرب واحد شو هالعجقة هاي شو هالتعب اللي راح اوصل له انا تمام انا بضل امسح فيها لمتى هاي طيب وصلنا احنا وياكم مع بعض انه اكس بتساوي ايه مضروبة في بي على واي إيه ليش طبعا حكيت هذه النصيحة لانه كانت الاكس مضروبة عندي في واحد فانا بدي اشيلها اكس في واحد هي اكس تمام فبدي يصير عندي الجواب اكس يساوي اي في بي على واي هل اكس هنا موضع القانون تعال هي اكس موجودة بالطرف اللي على اليسار. في جنبها على يمينها شيء على يسارها شيء شيء تحت شيء ما في شيء فهي اكس موضع القانون اكس لحالها بالطرف بتقدر تحكي انه اكس موضع القانون طيب في عندي نصيحه هون موجوده بتقول لك على قد التعب هسه على قد فرحة النجاح على قد تعبك وانت بتدرس وعلى قد تعبك وانت بتدرسي صدقيني لا بفرحة النجاح الله عز وجل وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والله إذا بتدرسوا هاي بحلف بالله قاعد إذا بتدرس والله لتحل أصعب سؤال بالفيزياء والله إذا ما بتدرس وراكن على رضا الوالدين والله ما حتحل أسهل سؤال بالفيزياء هذا عدل من الله عز وجل مستحيل ربنا يساوي بين الطالب اللي قضاها يدرس ويتعب على حاله عشان يفرح حاله ويفرح اهله وبين الطالب اللي مقضيها طاشش ومش عن التوجيه وباخر يومين بده يدرس دير بالك تمام طيب يعني لا تخل... لا تكون من الناس اللي ضميرها بانبها قبل الامتحان بيوم خليك من البدايه ودرس يلا هسه هون عندي برضو قانون جديد بيحكي لي اكس مقسومه على واي يساوي ايه اجعل اكس موضع القانون هل اكس موضع القانون يعني هل اكس لحالها بطرف هي اكس موجودة بالطرف اليسار لكن مش لحالها اكس مقسومة على واي انا بدي اياها تكون لحالها كيف بدي اخليها لحالها راح اعطيك قاعدة هسة مش مهمة جدا لا بدك تقول مهمة جدا 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 بدي تركز فيها بشكل كبير دائما وابدا احنا اتفقنا انه اي رمز في الدنيا بيكون مقسوم على واحد تمام ممتاز يعني هي ايه على واحد هسه بدي تركز معي بالكلام اللي بدي احكي لك اياه، صح هاي اكس على واي، هاي اكس على واي، هاي بدي اعمل لك سهم عشان اشرح لك، هاي عندي هنا فوق فراغ وتحت فراغ، هذا الفراغ اللي فوق شو بحكي عنه؟ البسط، شو بحكي عنه؟ البسط، والفراغ اللي تحت بحكي عنه المقام، بمعنى الفوق بسط واللي تحت المقام، لما اجي اقول في عندي مثلا هون اكس وهون واي واسالك وين اكس موجود وين يا ارسطو اكس موجوده اكس بتقول لي موجوده في البسط واي موجوده في المقام اذا انا لما اسالك وين اكس موجوده بتقول لي اكس في البسط وين واي موجوده واي موجوده في المقام شكرا لك شفت مش هذا اسمه بسط وهذا مقام هذا هذا كلياته هيك مع بعض اسمه كسر شو اسمه كسر كيف عندنا خزانة بتكون رف أول رف ثاني هذا الرف الأول وهذا الرف الثاني بس هاي كلها اسمها خزانة هذا اسمه بسط وهذا اسمه مقام بس هاي اسمها كلها كسر فهمنا ممتاز طيب نيجي هاي الواحد تبعنا تمام x على واي يساوي a على واحد الآن لما يكون عندي بسط ومقام وفي عندي يساوي بينهم ركز معي وفي عندي يساوي بينهم راح تيجينا حالات يكون الضرب بينهم هون ما بنعمل الاشي اللي بدي احكي لك اياه هسا فهمت يلا اه طيب نيجي هسا نكمل طيب اكس بسط على مقام يساوي بسط على مقام ما ب... خلص بط في مخي وبفكرش الا بشغله واحده بس شو هي الشغله هاي هاي بدي اكتب لك اياها هون الضرب التبادلي الضرب التبادلي بسط أو كسر أو كسر يساوي كسر ضرب تبادلي بسط ومقام يساوي بسط ومقام ما بفكرش إلا بالضرب التبادلي شو هو الضرب التبادلي؟ بحكي لي الضرب التبادلي إنك تضرب البسط هذا في المقام اللي تحت وتضرب البسط اللي بالمقام اللي هون إشي تبادلي بنحكي عنه التبادلي يعني الإكس هذه بدك تضربها في المقام اللي هون اللي هي واحد وتنزل إشارة اليساوي يساوي زي ما هي تمام؟ بعدين تضرب البسط اللي موجود هنا في المقام الموجود هنا يعني تضرب الـ A في Y تمام؟ يا سلام X ضرب واحد يساوي A في Y قلنا أي شيء مضروب في واحد هو نفسه فبدأت تصير عندي X بتساوي A في Y هل X لحالها مو... بطرف بتقول لي آه لحالها إذا X موضع القانون فهمنا هاي القاعدة ضرب التبادلي بستخدمه لما يكون عندي كسر يساوي كسر تمام؟ بسط مقام يساوي بسط مقام ما بفكر الا بالضرب التبادلي إن انتهينا من هذا السؤال تعال على هذا السؤال اللي قدامك يا هي عندك كسر يساوي كسر بايش افكر انا اجيك بالامتحان اشد أنه اقعد اه مش ما اخذناها شيء لا خلص بسط مقام هاي صح وهي بسط مقام وبينه إشارة يساوي صح اتاكد لي من اللي بينه إشارة يساوي صح اشارة يساوي ضرب تبادلي شو هو الضرب التبادلي تضرب هذا البسط في المقام الموجود هنا وتضرب هذا البسط في المقام الموجود هنا يعني يلا تعال اضرب لي الواي في البي تعال نضرب هاي واي مضروبة في بي وبتنزل إشارة اليساوي زي ما هي بعد أول عملية ضرب بعدين بترجع مش ضربنا الواي بالبي بنضرب الخمسة A بالإكس هاي خمسة A مضروبة شو في إكس يا سلام هل إكس موضع القانون هل إكس لحالها بطرف هي من البداية مش بطرف طلعوا موجودة في المقام طيب إذا إكس مش حالها مش بطرف لحالها هي اكس بالطرف الموجود موجوده بالطرف اللي على اليمين وفي جنبها خمسه اي طيب كيف بدي اتخلص من الخمسه اي بتحكي له استاذ الخمسه اي مضروبه ضرب شوف مضروبه ضرب باكس مش مجموعه فيها ولا مطروحه فيها انقلها على الطرف الثاني واغير اشارتها او اجيب لها عكسها لا مضروبه ضرب فيها طب انا علمتك كيف تتخلص من الضرب قلنا بنقسم عليه بس بما ان قسمنا على 5a هنا بدنا نقسم اجباري على 5a بالطرف الثاني. طيب يا سلام عليك حكينا انه دائما وابدا اشي موجود بالبسط مقسوم على نفسه موجود في المقام بروح مع بعض، تمام؟ بروح مع بعض ليش؟ بضل مكانهم واحد، ليه ما بنحط الواحد؟ لانه اكس ضرب واحد هي اكس، فشو بضل عندي هون؟ تعال شوف شو بضل عندي، هي الاكس طبعا بقدر اخلي مش الاكس موجوده على الطرف اليمين، بقدر اخليها على الطرف اليسار وانقل كل شيء على الطرف اليمين، عادي بسيطه الامور. اكس بتساوي واي مضروبة في بي على 5 تمام؟ طب هل اكس لحالها بطرف؟ بتحكي لي يا استاذ هي اكس لحالها موجودة بالطرف اليسار في على إشي؟ شيء؟ لا على يسارها شيء؟ لا تحتها شيء فوقها شيء؟ لا اذا اكس موضع القانون وبكل ثقة بإذن الله تعالى. يلا على السؤال اللي بعده سؤال بسيط ولطيف وعلى العقل خفيف، في فكرة حلوة بدي افهمكم اياها، هذا اللي انا عم بحكي فيه مهم جدا عشان تعرف تتعامل مع القوانين بالفيزياء بإذن الله تعالى، في عندي قانون تمام في عندي قانون بالفيزياء بيحكي لي واي تساوي نص في بي في اكس تربيع تمام طيب طيب حبايبي في عندي هون سؤال مهم جدا هذا السؤال هو نفسه مثل ما اتفقنا هو كي بيساوي نص في ام في في تربيع هذا قانون بالفيزياء معاكم بس انا ما بدي اياك هسه تحفظ قوانين عشان هيك حطيت لك قانون من عندي شبيه فيه هذا القانون بيحكي لي واي تساوي نص في بي في اكس تربيع اجعل اكس موضوع القانون بس الحال السؤال نفسه هل اكس لحاله بطرف اكس موجود عندي على الطرف اليمين لكن في جنبها نص بي ومرفوعة كمان للتربيع اذا اكس مش لحاله بالطرف قبل ما اتخلص من النص بي والتربيع بدي اعمل شغله منكم راح يفهم هاي الشغله ومنكم ما راح يفهم هاي الشغله، تم؟ بس هسا يعني مش انه والله راح نتركهم مش فاهمين، لا بدنا نشرح لكم بالتفصيل الممل، فاللي فاهمين يصبروا على اللي مش فاهمين، اتفقنا؟ طيب حبايبي لو انا عملت Y تساوي B X تربيع على 2، منكم راح يفهم ليش عملتها هيك ومنكم ما راح يفهم ليش عملتها هيك. طيب عشان بس بدي منكم شغله اللي فهم ليش يصبر على اللي ما فهم خلينا نتعلم كلنا مع بعض وننجح مع بعض ونفرح لبعض باذن الله تعالى يلا هسا ليش انا عملت هيك؟ طلع علي في عندي نص هون صح؟ مضروبه ضرب في جنبها زائد او ناقص اذا لا مضروبه ضرب مضروبه ضرب في البي في اكس تربيع هي بي في اكس تربيع يا سلام احنا حكينا اي رمز في الدنيا اي شيء في الدنيا هو مقسوم على واحد تمام ليه؟ لانه البي اكس تربيع هي على واحد هي بي اكس تربيع ما لها اي قيمه تمام؟ طيب صف عندي هون موجود كسر حكينا انه هذا كسر وهذا كسر في درس أخذتوه بالزمنات اسمه ضرب الكسور شو هذا الدرس اسمه ضرب الكسور يعني كسر مضروب بكسر كيف يعني يعني عندي كسر هي اثنين على ثلاثة تمام هي بسط وهي مقام وهذه كلها بنحكي عنها كسر مثل ما هسه فهمتكم وهي واحد على اثنين تمام هذا بسط وهذا مقام وكلها كسر فاحنا بنحكي كسر مضروب انا اسف هذه ضرب تمام كسر مضروب بكسر تمام كسر مضروب بكسر كيف بنضربهم ولا اسهل منها بنمسك الموجود بالبسط هنا بنضربه بالموجود في البسط هنا هذه عمليه ضرب بينهم والب... والب... والمقام والب... موجود هنا والمقام الموجود هنا برضه بنضربهم في بعض يعني بنمسك الاثنين بنضربها في واحد عادي اثنين تضربها في واحد هي اثنين يا سلام والثلاثه بتضربها باثنين بس صارت 2 على 6 هيك ضرب الكسور فكيف شو راح اعمل انا هون اطلع شو راح اعمل راح امسك الواحد اضربه في البسط اللي هنا وراح امسك الاثنين موجود في المقام اضربها بالمقام الموجودة هنا فبدي يصير عندي واحد ضرب بي اكس تربيع هي نفسها بي اكس تربيع ما لهاش اي قيمه الواحد اي شيء بتضربه في... اي شيء بتضربه في واحد هو نفسه، وبمسك الاثنين الموجوده هنا بضربها بالواحد الموجود هنا، فهي اثنين بيطلع الجواب اثنين في واحد اثنين فهمنا كيف صارت بي اكس تربيع على اثنين يلا نكمل حلنا اذا احنا وصلنا لعند واي تساوي بي في اكس تربيع على اثنين يا سلام هنا بنجيب للواي المقام تبعه كسر يساوي كسر بسط مقام يساوي بسط مقام ايش بفكر بس بفكر بشغله واحده الضرب التبادلي الضرب التبادلي ولا اسهل منه تضرب البسط اللي موجود هنا في المقام الموجود هنا والبسط الموجود هون تضربه في المقام الموجود هنا يعني بصفي عندك يلا بي اكس تربيع مضروبه في واحد بتساوي بي اكس تربيع وبنزل اشاره اليساوي زي ما هي يا سلام نكمل بعدين الواي بتضربها في اثنين بتصير اثنين واي يا سلام عليك هل X لحالها بالطرف؟ لا في جنبها بي ومرفوعة على التربيع، شو بنعمل مباشرة؟ بما انه مضروبه الضرب فيها بنقسم على بي وبنقسم الطرف الثاني على بي، هاي بي مع بي طرف، صار عندي اكس تربيع يساوي 2 واي على بي، هل اكس لحالها بطرف؟ بتحكي لي لا يا استاذ اكس فوقها تربيع، كيف نتخلص من التربيع؟ بنجيب لها الجذر تبعها اللي خلصنا من التربيع، اخذنا جذر هنا بما انه اخذنا جذر بالطرف اليسار بناخذ جذر بالطرف اليمين، طيب شو بده يعمل الجذر؟ الجذر بده يلغي لي التربيع، شو بدي يصفي عندي يا شباب ويا صبايا اكس بتساوي جذر الاثنين واي على بي، لو سالتك سؤال هل اكس لحالها بطرف؟ طلع في على يمينها شيء؟ على يسارها شيء؟ تحت شيء؟ هيش فوق شيء؟ لا اذا هي موجوده لحالها بطرف اذا هي موضع القانون. يا سلام على هذا السؤال البسيط واللطيف والخفيف، طيب هذا السؤال نفسه نفسه بالضبط موجود عندي بقول لي اجعل اكس موضع القانون، هي اكس موجوده بدي احله بسرعه تمام لانه هسه خلص بدنا نتعامل معكم بانكم فهمتوا بدنا نحله بسرعه ما راح شرحنا ما بدنا نضلنا نعيد ونزيد وتصير الحصه ممله خلص انا هسه متاكد منكم باذن الله تعالى انه المعلومه وصلت للجميع تمام خلينا شوي نشد بالشرح يلا واي تساوي 2 بي في اكس تربيع اجعل اكس موضوع القانون هل اكس لحالها بطرف تحكي لي لا هي جنبها مضروبه 2 بي ومرفوعه على التربيع يلا نخليها لحالها بطرف الاثنين دائما بنتخلص من الابعد انو من الـ من الابعد عن الاكس X. الاكس X مضروبه ب 2 بي وتربيع اول شيء بروح بتخلص من ال 2 بي بعدين بروح بتخلص من التربيع دائما انت التربيع خليه اخر شيء دائما التربيع خليه اخر شيء يلا 2 بي مضروبه فيها ضرب نقسم على 2 بي ونقسم الطرف الثاني على 2 بي هذول الاثنين راحوا صار عندي اكس تربيع تساوي الواي على 2 بي يلا التربيع هذا بدي اخلص منه بروح بجيب له الجذر بروح بجيب له الجذر مع التربيع جذر مع التربيع بالغبار بصير عندي نكمل مع بعض يلا بصف عندي اكس بتساوي جذر الواي على 2 بي هي اكس صارت موضع القانون في هذه الحاله طيب تعال على هذا السؤال وين هذا السؤال بسيط يلا هذا السؤال بيحكي لي واي بتساوي ام في اكس تربيع على واحد بدي منك هسه توقف الفيديو وتحل هذا السؤال انت بسط مقام يساوي بسط مقام ضرب تبادلي. يطلع معك الجواب، تمام؟ وقف الفيديو وحل أنت هذا السؤال، تمام؟ يلا. شوفوا يا أبطال كيف بدنا نحل هذا السؤال، مش هذا بسط مقام يساوي بسط مقام ضرب تبادلي. بنضرب الواي في الآر والإم إكس تربيع في الواحد، بصير يعني عندي واي في آر يساوي إم إكس تربيع مضروبة في واحد، ما بحط الواحد راح، تمام؟ الإكس موضوع القانون لا، في جنبها إم. اقسم على إم، اقسم على إم، هي الإم مع الإم راحت. ظل عندي هون الاكس تربيع بتساوي الواي في الار على ام واي مضروبه في ار على ام الاكس لحالة بالطرف بتحكي لي لا في فوقيها تربيع بدنا نتخلص من التربيع هاي بنشيل التربيع بجذر وبنشيل التربيع وبنحط جذر على الطرف الثاني طلع جذر على الطرف الاول اللي هو باليسار الجذر بيطير مع التربيع بضل عندي اكس بتساوي جذر الواي في ار على ام هي هيك إيه اكس في جنبها شيء يمينها شيء يسارها شيء تحت شيء فوق شيء لا اذا اكس موضع القانون اذا هذا سؤال مكرر بس من ناحيه وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين والتكرار بعلم الشطار باذن الله تعالى يلا على هذا هذا السؤال طبعا طلع شو بدك تعمل هيك بالضبط طبعا انسى سيبك من الارقام هذه المفروض تكون 10 تمام هذه المفروض تكون 10 هنا هذا بده يكون 10 بس بدي منك تمسك القلم وتخربش على هذا السؤال هيك تعمل طيب ليه يا استاذ بدنا نخربش على هذا السؤال؟ لانه هذا السؤال اثناء الحل فيه يعني بس واحنا عم بنحل فيه رح نوصل لمرحله نوزع الاسس على القوس، طبعا انا ما اعطيتك الاسس فما بدي اعليقك، رح اعطيك هذا السؤال بس بعد ما اعطيك درس الاسس، فهمت ليش؟ لانه هاي الماده بتنطرح للطلاب كل موضوع بينشرح في وقت مناسب وفي مكان مناسب عشان الطالب يستوعب هذه الماده، تمام؟ اما اذا بدي ابلش لك اسس ووزع الاسس بتفوت انت في دوامه بتصفن في السقف صفني ما يعلم يعني فيها الا الله تمام؟ طيب عشان هيك هذا بتجيب لي هذا السؤال، تعال على هذا السؤال في فكره بسيطه. فكره بسيطه بهذا السؤال وان شاء الله تعالى راح نخلص من فكره هذا السؤال، ما ظل علينا ان شاء الله غير سؤالين بعد هذا. سؤالين من من نوع اخر، هذول السؤالين مهمات جدا بدي اياك تركز فيهم لانه فكرتهم غير، يلا هذا السؤال الاخير اللي بدنا نحله بيقول لي واي تساوي ام مضروبه في اكس مضروبه في اكس في R تربيع، فكره هذا السؤال بكل بساطه بكل بساطة فكرة هذا السؤال إنه محمد تمام ضرب محمد يساوي محمد بس شو تربيع يا سلام عليك يعني اه اثنين ضرب اثنين يساوي اثنين تربيع ايه ضرب ايه يساوي ايه تربيع x ضرب x يساوي هي x ضرب x يساوي x تربيع بس هاي هي فكره السؤال فانت لما تيجي توقف تقول عند إن اكسين اني وحده اخلي فيهم موضع القانون يعني انت بتاخذ جائزه نوبل في الطبلنه تمام آه فالفكره في الموضوع انه ام في اكس في اكس بدنا نخليها هذه ايش آه اكس تربيع مش تقول لي والله في عندي اكسين وانا اروح فيهم لا دير بالك سيبك خليك زلمه هيك ثقال وما شاء الله عنك وفهمان ما تكونش طبل خليك مركز معي اكس في اكس اكس تربيع يا سلام يلا تعال تعال معي تصير عندي المعادله واي بتساوي ام الاكس X ضرب اكس هي اكس تربيع على ار تربيع صفت عندك نفس المعادله اللي فوقيها نفس المعادله اللي فوقيها فايش انت بس الار تربيع ب ب هذه ار ار تربية بتأثرش يعني فبعينك الله تعال على حالك شوية وحل لي هذا السؤال لحالك تمام؟ يلا في عندي هسه هون السؤال اثنين سؤال اثنين فكرته جدا 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 مهمة تمام؟ ليش؟ ركز معي بيحكي لي سؤال اثنين إذا علمت أن يا شباب بس انا اقول لكم يا صبايا مهم جدا بتمنى منكم انكم تركز على اللوح تمام وتقدر هذا التعب لانه والله هذا الكلام راح يفيدك هذا الكلام راح يفيدك في ماده الفيزياء تمام بيحكي لي بهذا السؤال اذا علمت ان واي تساوي 4 تمام وآي تساوي 2 وبي تساوي 2 جد قيمه اكس مكونات اي سؤال بالفيزياء انا عم بحكي لك كلام مش اي حد راح يحكي لك اياه وممكن ما تلاقي حد يحكي لك اياه عشان هيك بدي تركز معي فيه مكونات اي سؤال بالفيزياء السؤال بالفيزياء بيتكون من معطيات ومطلوب من معطيات ومطلوب اكتبها عندك مكونات اي سؤال فيزياء معطيات ومطلوب عند رقم واحد معطيات ورقم اثنين مطلوب يا سلام عليك هذول بنحكي عنهم معطيات، إنه A تساوي 2 وB تساوي 2 وY تساوي 4 هذول معطيات، ليه بنحكي عنهم معطيات؟ لأنه هو أعطاك إياهم بالسؤال، أنت مش أنت اللي جايبهم بجدارتك، مش أنت اللي حملهم معك وجاي، هو أعطاك إياهم بالسؤال، فبنحكي عنهم معطيات، تمام؟ شو هو المطلوب؟ بقول لي جد قيمة X، فأنا دائماً 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 في حل أي سؤال فيزا قبل ما أبلش حل، بروح بكتب المعطيات على ورقة الحل، بقول B تساوي 2 و A تساوي 2 و Y تساوي 4 هاي كتبت معطياتي بعدين بروح بحدد المطلوب بحط كلمة إكس هيك حرف إكس هيك بحط هيك علامة سؤال تمام علامتين سؤال يعني هذا هو المطلوب مني إذا أنا حددت معطياتي معطياتي كتبتها ومطلوبي حددته تمام هون بيحكي لي باستخدام هذه المعادله ليه انا حاط لك معادله لانه انا ما حفظتك ولا قانون بالفيزياء من وين بدك تروح تحل هذا السؤال فانا معطيك مساعده من هذا القانون حل اياها اوكي طلع شو خطوات الحل اللي بيحكي لي اياها اول إشي، اجعل اكس موضوع القانون بعد ما تكتب القانون هينا نكتب القانون مع بعض خلينا نغير اللون هي واي تساوي اكس هذا القانون اللي بدنا نحل عليه تمام اكس في A على بي يا سلام مطلوب مني اوجد قيمة اكس قيمة اكس يعني اكس بدها تطلع مع برقم يا سلام عليك اول شيء بيحكي لي اجعل اكس موضع القانون هل اكس موضع القانون تحكي لي لا يا استاذ اكس موجود بالطرف اليمين وفي مضروبه ب A ومقسومه على بي اذا هي مش موضع القانون طب كيف بدنا نخليها موضع القانون مثل ما علمنا الاستاذ لؤي الواي بنجيب لها مقامها كسر يساوي كسر او بسط مقام يساوي بسط مقام ما بفكر الا بالضرب التبادلي يا سلام عليك شو هو الضرب التبادلي باختصار بتضرب البسط اللي هون في المقام اللي هون والبسط اللي هون في المقام اللي هون فبدك تضرب الواي تضربها في البي هي واي ضرب بي يا سلام بتنزل اليساوي زي ما هو وبتكمل ضرب مش ضربت الواي بالبي هسه بتضرب الاكس في ايه في واحد تمام؟ X في بتضربها في واحد، إكس في ايه ضرب واحد هي إكس فيها فما في داعي أحط الواحد، يا سلام عليك. إذا هل X هو موضع القانون؟ لا مضروبة بإيه، طب مضروبة بA كيف بدي أتخلص منها؟ بخلص منها بقسم على ايه، بما إني قسمت الطرف اليمين على ايه، بدي إجباري أقسم الطرف اليسار على A طيب الـ A على ايه طاروا مع بعض، تمام؟ شو ظل عندي؟ ظل عندي إكس بتساوي واي في بي على ايه، إذا بكتبها إكس بتساوي واي مضروبة في بي مقسومة عليه هل إكس موضع القانون؟ آه إكس لحالها بالطرف ما في هي منها إيش ولا يسار إيش ولا تحت إيش ولا فوق شيء ممتاز إذا خطو رقم واحد أنا عملتها يا سلام عليك بعدين بقول استبدل مكان كل رمز قيمته يعني أنا عندي هنا واي هذا الرمز واي وهذا الرمز بي وهذا الرمز إيه بالسؤال معطيني قيمة الرمز واي إنها بتساوي أربعة ومعطيني قيمة الرمز بي انه بيساوي اثنين ومعطيني قيمة الرمز اي انها بتساوي اثنين بقول لي شيل الرموز هاي مثلا رمز بي شيله حط بداله قيمته يلا تعال نحط هاي اكس بتساوي هسا بديش احط واي بدي احط قيمة الرمز واي قديش قيمة الرمز واي هي أربعة يا سلام عليك بعدين اجي احط قيمة الرمز بي ما بدي احط الرمز بي بدي احط قيمته بدي استبدل هذا الرمز بقيمته قديش قيمة الرمز بي هي اثنين مقسوم على الرمز A ايه بشيله وبحط بداله قيمته قديش اثنين يا سلام هسا هاي بتدخلها على الآلة حاسبة وبتكسب وقتك طبعا هذه بتنحل في النظر بس انا بحكي لقدام يمكن هاي النصيحة ما تفيدك هسا بتشي دخلها بعدين تمام بتدخل هذا الرقم على الآلة حاسبة مباشرة وبعطيك الجواب يا يعني اما انت بتحلها مباشرة مع بعض مباشرة بشكل سريع 4 ضرب 2 يساوي 8 8 على 2 يساوي 4 أو بتشيل 2 مع 2 وبيطلع عندك اكس بالنهاية يساوي 4 انت هيك اوجدت قيمة x كيف السؤال؟ حلو والله انه حلو تمام عجبكم مي بالمي السؤال والله انه حلو طيب طيب هون سؤال تاني بيقول لي اذا علمت ان جايب لكم طبعا ما في حصه راح تعدي الا ايش؟ يكون فيها هومورك عشان تكونوا عارف دائما اعطيكم نصيحه على السريع هيك تدعوا فيها كل ما مارست السواقه كل ما كنت بتسوق كثير بتكون شوفير بسواقه عشان جماعه الباصات الكوستر هم اسوء مسفحين بسواقه تمام؟ كل ما سقت كثير كل ما كنت فنان بسواقه، كل ما حليت اسئله بالفيزياء كثير كل ما كنت سفاح بالفيزياء. يلا استفيدوا من علمي. يوه. طيب اذا علمت ان ام بتساوي 4 وقيمه كي تساوي 50 جت قيمه ذي، اذا هاي معطياتي وهي مطلوبه، اول شيء بسويه بحدد معطياتي، بحط معطياتي تمام؟ هاي ام تساوي 4 بكتب معطياتي وكي تساوي 50، يا سلام عليك. طب ايش مطلوب مني؟ مطلوب مني اوجد قيمة في، بحط قيمة في وجنبها علامتين سؤال، تمام؟ يا سلام. ولا بنعمل أي شيء غير إنه بنشتغل على نفس الخطوات، تطلع هي قانون اللي بدي أشتغل عليه، كيف بتساوي نص في إم في في تربية. يا سلام عليك، هسا أنا بدي أوجد قيمة شو في، هل في لحالها بالطرف؟ بتقول لي لا، راح أقول لك ماشي، إذا هي طلع معلش بدي الغي المعطيات عشان ايش نعرف نحل بالمكان هذا الفاضي، يلا هي قانون كي بتساوي نص في ام في في تربيع، اول اشي بدي اعمله بدي اخلي في لحالها بالطرف، اذا كي بتساوي ام في في تربيع على اثنين وحكينا ليش صارت ام في في تربيع على اثنين، ضرب كسور تمام؟ طيب هسه هاي على واحد وبعدين ضرب تبادل، بدي يصير عندي ام او هون بدي اكمل طلب بدي امسح بايدي، بايدي بدي امسح، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، تعالي نكمل يلا ام في, في تربيع في واحد تنزل ام في في تربيع بسيب من الواحد مالوش قيمه تساوي كي في 2 يعني 2 كي تمام يا سلام او كي في 2 عادي حطها زي ما بدك لانه 5 ضرب 6 هي نفسها 6 ضرب 5 ف2 ضرب كي هي نفسها كي في 2 عادي يعني تمام طيب ام في في تربيع هل في تربيع لحالها بالطرف بتقولي لا اقسم على ام اقسم على ام هي ام, أم راحت هاي صارت عندي في تربيع بتساوي 2 كي على ام هل في لحالها بطرف بتقول لي لا بنجيب لها جذر بجذر هي التربيع مع الجذر طار صار عندك صار عندك الفي بتساوي جذر الاثنين كي على ام يا سلام عليك هسا شو بتسوي انت بتروح بتشيل الكي بتحط بدالها قيمتها قديش قيمتها الكي هيها 50 يعني بتقول في بتساوي جذر هي 2 تمام وهي طيب اثنين بتحط بدل الكيشو خمسين يا سلام طيب الام قديش قيمتها اربعة هاي بتحط مكان الام اربعة شو بصير يا بتروح بتدخل زي الشطور هذا الرقم على الالة حاسبة هذا الرقم بتدخله على الالة حاسبة يا ما انت بتحل اذا بتقدر بس انا بنصحك دائما تستعمل الالة حاسبة عشان تكسب وقتك احنا اتفقنا انه اي سؤال بالفيزياء اي سؤال بالفيزياء له وقت افتراضي معين ما لازم تتعدى عشان تكسب وقتك اول ما يخلص وقت الامتحان بتلاقي المراقب والمراقبين كلهم ناطين لك على الطاوله بدهم الورقه وبسيبوها معك عشان هيك بدي اياك تتمرس بالحل كثير يلا في تساوي 2 ضرب 50 100 يعني هون عندي 100 طبعا في جذر هون مقسوم على 4 طب 100 على 4 يساوي شو هاي الجذر 100 مقسومة على 4 25 جذر ال 25 يساوي 5 انت بامكانك ما تغلب حالك في كل هذا وتدخل الرقم على الالي حاسبه اذا الجواب شو بكون يا شباب 5 قديش قيمه في 5 اتفقنا طيب عندنا هسه هوم وورك سريع طب مش راح نحله هسه انا بس راح احكي لك عنه بشكل بسيط بقول لك اجعل بي موضع القانون في كل الحالات الاتيه عندك اربع حالات تخلي لي بي موضع القانون في كل الحالات الاتيه وعندي سؤال نفس السؤال اللي كنا نحل هسه فيه وبس وبس والله امور بسيطة جدا حصتنا اليوم بجوز تكون طويلة بس زي ما اتفقنا عنا عشر مواضيع ممكن يجي علينا حصة ناخذ ثلاث مواضيع مع بعض يعني اليوم قطعنا موضوع الحصة الجاية بتلاقي حالك قطع أربع مواضيع فبدي منك تشد لي حيلك وتشد لي همتك وبدي منك زي ما اتفقنا احنا داخلين على مرحلة التوجيه وهي النصيحة بالله عليكم أنكم تعملوا فيها والله العظيم أنها حلوة كثير ومهمة كثير بدي منك بدي منك بالضبط تعمل لإلك مكان في البيت مخصص للدراسة تعمل لإلك جولة دراسة قبل ما نبلش أي حصة تعمل لك إشي تشربه وتركز بالحصة في مكان مخصص في الدراسة يعني بدي بدي هسا إحنا راح ندرس كثير تمام وراح نمل كثير مرات راح نمل كثير بلزمنا إشي تحفيز بلزمنا مكان دائما نسوي إلك رو... تكسر فيه الروتين تمام فأنت تعمل لك مكان في الدراسة زي ما فرجيتكم قبل شوي الصورة هاي بدي منكم يعني تأخذوا الموضوع بشكل جدي بدنا إن شاء الله تعالى نفرح بنجاحكم كان معكم الأستاذ لؤي مدرس مادة الفيزياء على منصة أساسي التعليمية ولا تنسوا تحكوا لأصحابكم وصحباتكم أنه في مادة فيزياء تنشرح قاعدة على اليوتيوب بشكل مجاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوفكم إن شاء الله تعالى في الحصة الجاي موضوع بجدا جدا بجنن وبسيط جدا ومهم جدا الكميات الفيزيائية ووحدات القياس الفيزيائية وموضوع بسيط ثاني يعني الم... السلام عليكم سلام عليكم